سويت وردي بطرس للعمل النسائي، تأسست سنة 2009 بعد عمليا 9 سنوات من تجمع لمجموعة من المناضلات في سبيل التغيير، وبشكل أساسي تغيير الوضع اللي موجود فيه المرأة اللبنانية. اتخاذ اسم وردي بطرس اللي كانت أول شهيدة للحركة العمالية هو للدلالة على أن المرأة كان ولا يزال لها أهمية كبرى في مجالات النضال المختلفة على صعيد الوطن اللبناني. مجال النضال العمالي، لأنه وردي بطرس كانت مثال للمواجهة مع السلطة، قتلت في سبيل تحقيق قانون للعمل على صعيد الوطن اللبناني. كمان نفس الشيء فيما يتعلق بالوضع السياسي، فيما يتعلق بتحرير الأرض من خلال كل المناضلات والمناضلين طبعاً اللي شاركوا في المقاومة الوطنية على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها السياسية. لذلك بفتكر انه جمعية وردي بطرس عندها شوي اختلاف عن اغلبية الجمعيات اللي بتتعاطى بشأن النساء، لانه هي جمعية بتركز على المسألة الوطنية، بنفس الوقت بتركز على المسألة السياسية بالإضافة للمسألة الاقتصادية والاجتماعية، لانه لا يمكن ان نفرق ما بين هالثلاث مجموعات فيما يتعلق بكيفية تطوير الوطن من جهة وتطوير الشعب من جهة تانية، وخاصة المرأة اللي عمليا عم بتكون هي مهمشة نظرا للنظام السياسي اللبناني الذي يعتمد الطائفية والتقسيم الطائفي، وكل الطوائف عم تعتبر انه المرأة اللبنانية هي ثانوية فيما يتعلق بوجودها ودورها على صعيد المجتمع. ما نريد نحن هي الوصول إلى الحقوق، حقوق الإنسان، المرأة والرجل والأضعف بيناتهم اللي هي المرأة، من خلال تعديل القوانين، من خلال إيجاد قوانين عادلة، من خلال تركيز على حق المرأة أن تتواجد في كافة مراكز صنع القرار، وخاصة صنع القرار السياسي، لأنه هون ببلش التغيير الجدي والأساسي. نحن بدأنا بتحركات تدريجية من خلال قوانين الأحوال الشخصية، ومن ثم مسألة زواج القاصرات، ومن ثم حق المرأة في التواجد في مراكز صنع القرار من خلال تعديل قوانين الانتخاب باتجاه كوتا مرحلية ومؤقتة وصولا إلى المناصفة. واليوم عم نعمل ضمن وجهة أساسية اللي هي مكافحة العنف والتحرش في ميدان العمل. رح نطلق حملة نحن والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ابتداء من 21 حزيران، اليوم اللي بدأت تبحث فيه الأمم المتحدة بمسألة مكافحة التحرش والعنف، بمؤتمر صحافي. حملة رح يكون في إلى يعني تكون منتشرة على صعيد كافة الوطن اللبناني، رح بيصير في اتصال بالنقابات، اتصال بأرباب العمل، اتصال بالمؤسسات الإعلامية، بالبلديات، بالنواب، وصولا إلى تركيز على مسألة أساسية وهي إقرار لبنان للاتفاقية التي تكافح أو تمنع التحرش والعنف في ميدان العمل. وهذا وقت تطبق هذه الاتفاقية بدنا ساعتها نحن نسعى إلى فعلاً إنه يصير في إلى مراسيم التطبيقية حتى تنفذ على كافة الأراضي اللبنانية، خاصة اليوم لأنه نحن بنعرف إنه من سنة 2018 بلشت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وكان تأثيرها الأكبر على النساء، لأنه اليوم أكثر البطالة هي بطالة نسائية. اثنين، وقت اللي صارت مسألة الكورونا كمان أثرت على وضع المرأة،
وخاصة اللي كانوا في مقدمة الجنود والمجندات في هذه المعركة اللي هم الجسم الطبي والجسم الصحي، يعني الممرضات وإلى آخره. نحن بدنا نسعى لنرجع نقول إنه حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة ووافق عليها لبنان يجب أن تطبق: حق العمل، حق التعليم، حق الصحة، وحق أن تكون مشاركة في صنع القرار السياسي، لأنه هي ساهمت في التحرير، ساهمت في بناء هذا الوطن، فيجب أن يكون لها حقوق في هذا الاتجاه.